ان شاء الله لاباس. المصاب شنو يقرب لك؟ المصاب هذا طبعا منطقة الزنتان، هدايا في جبهة الزنتان. اليوم حولنا اليوم أكثر من 4 حالات لمستشفى تطاوين، كلهم مصابين، واحد مصاب بإطلاقة في ظهره وطالع من الريا من كباو، واثنين من الزنتان. الإصابة هذه ناتجة على شنو؟ هذه شظية حظايا لجرات، صواريخ جرات في الجبهة. لأن تو لما تكلمنا مع الطوار غادي الكتائب وخرت انسحبت من الميدان، أبدوا يضربوا بالجراد عشوائي، ضرب عشوائي في الميدان غادي في منطقة زاوية البقور. وهو فما قانون لازم تمروا بالمحطة هذية بالذهبة قبل ما تاخذوها؟ سيارات الإسعاف ضروري تنزل في ذهبة للجيش الوطني، هو يتكفل مع الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بنقلهم إلى منطقة تطاوين، مستشفى الجهوي تطاوين. مستشفى جهة تطاوين يعاني من زحمة هلبة من الجرحى ومن المصابين، فاحنا بنخف وضروري بنحول المصحات الثانية في صفاقس أو في سوسة أو في قابس. لكن مشكلة النقل من صفاقس من تطاوين لصفاقس نعانوا في نقص من سيارات الإسعاف. قد من حالة توصل الذهيبة تقريبا كل يوم؟ احنا توا اليوم أنا من الصبح للتو ممكن حوالي 5 حالات. 5 حالات معناتها في حالة حرجة؟ كل حالات حرجة، واحدة من الحالات عنده بتر في أقدامه في الجبهة مضروب بصاروخ 106، واحدة من الحالات رصاصة خاشة من ظهر طالعة من الرية واخترق الجسم كامل، هذا من كباو، وواحد من الزيتان من ضرب القذيفة بترت له رجليه، صارت له شظايا في وجهه، احتراق في الوجه كامل. باهي أنت خدمتك شنو معناها؟ أنت متطوع؟ احكي لي. احنا متطوعين، أنا من سكان كباو، نتطوع في نقل الجرحى من الجبهة من مكان الجبهة إلى غاية ذهيبة، من ذهيبة نمشي مع المصابين إلى مستشفى تطاوين، مستشفى تطاوين نحاولوا من غادي نوفروا لهم مصحات في صفاقس أو في سوسة لعلاجهم، استكمال علاجهم. طبعا تاخذ في تطاوين في ذهيبة إجراءات أولية من الجيش الوطني ومن الهلال الأحمر، ثم تنقل الحالات بسيارات الإسعاف الجيش الوطني والهلال الأحمر إلى مستشفى الجهوي لتطاوين، وبعد تطاوين ممكن في حالات يقدروا غادي تتعالج، في حالات ما يقدروش تتعالج تتحول للمصحات في صفاقس أو في سوسة أو في قبس. حالياً